ماهر، خليني أبدأ مع حضرتك باللي حضرتك قلته. هل بالفعل نرى بشرة خير فيما هو قادم بالنسبة للنادي الأهلي، ولا الموضوع فيه شكل كويس وكل حاجة، ولكن يا جماعة لسه بدري؟ طبعا احنا اولا بنطلب بالشفاء العاجل لكابتن محمود الخطيب، ويرجع لنا بالسلامه طبعا رئيس النادي. وبحيي طبعا الجماهير المصريه اللي في الكويت اللي نادت باسم النادي الاهلي، وحيت النادي الاهلي وطلبت طبعا، وحيت الكابتن محمود الخطيب. مظبوط. عايز اقول لك كمان اسلام، يمكن مكسبنا في مباراه الاتحاد المستيري يمكن ده كمان الخبر ده اسامة بيروح للكابتن محمود الخطيب، بيشد من وزره وبيطمنه طبعا ان الامور ماشيه بخير. فنتمنى ان شاء الله الشفاء العاجل للكابتن محمود الخطيب. زي ما انت قلت يا اسلام، يعني احنا يمكن اتكلمنا اسامه كذا كذا حلقه مع اسلام، واتكلمنا قلنا ان النادي الاهلي كان في توفيق كبير جدا في اختياره لمدير فني هيد كوتش. يعني الفترات اللي فاتت كنا محتاجين حد زي كولر بالخبرات دي، 61 سنه، السي في بتاعه كمان مليء طبعا بالمحطات الجيده. عايز اقول لك كمان اسامه، احنا كلاعيبه كوره قدامى او مدربين كنا بالنادي باليوم الكامل، وده كانت من ضمن الحاجات اللي الراجل اول ما جه اشتغل عليها اسامه. وطبعا احنا عشنا اليوم الكامل اسامه ازاي كان بيفرق معانا في ادائنا طوال الموسم. الحاجة التانية، الراجل الحاجة الكبيرة والصغيرة ما بيفوتهاش، يعني نزل الملعب شاف أرضية الملعب، شاف الأجهزة اللي هيشتغل عليها، المعاونين، كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكورة، سامي قمصان المعاون، حتى الولاد اللي هم العاملين داخل غرف الملابس والأجهزة. واضح إن الراجل شخصيته متواضعة، يتعرف بالناس كلها، عنده ابتسامة جميلة. كمان في حاجة راجل فرضها من خلال شخصيته أسامة، إسلام، حتة أوضة اللبس، الانضباط داخل أوضة اللبس وخارج أوضة اللبس. في كل اجتماع بيقول للعيبة ما عنديش حد أساسي واحتياطي، عندي شفافية وعدالة بالنسبة في التوزيع والاختيار. هنفاجئ إن الراجل بيدور الفرقة، كل الناس هتشارك، ودي حاجة من ضمن الحاجات اللي بتدي ثقة. حتى الابتسامة لما لقطات كانت بتيجي كده في تدريبات النادي الاهلي، تحس بابتسامه على لعيبه النادي الاهلي، اللعيبه حاسه بطمانينه، حاسه بثقه. الابتسامه دي بيبعتها لعيبه النادي الاهلي لجماهيرها ان هم في ايد امينه، رجعوا لمكانهم الطبيعي. الدفء اللي موجود عليه النادي الاهلي، الشغل اللي الراجل قايم عليه، التدريبات اللي فيها صبح بعد الظهر، المباريات الحبيه اللي الراجل عملها، كل الطبخه دي يا اسلام في الاخر كانت ال 93 دقيقة بتاعت الاتحاد المستيري. اوكي. اللي طمنت جماهير النادي الاهلي بشكل كبير جدا ان موسم ان شاء الله هيبقى موسم قوي. طبعا من ضمن الحاجات اللي الراجل بدأت تبان ملامحه الفنية الكرات الثابتة، وقلنا في حاجات كده بتبان، يمكن أسامة يشاركني فيها، بتبان شخصية الراجل وتبان فكره، بيبان أداؤه منها الكرة الثابتة. جات لنا كورتين ثابتين اسلام في المباراة، واحدة اتعملت على رأس سافيو لعبها بدماغه، ما كانش موفق ان كان في المكان اللي بوقف فيه حارس المرمى الاتحاد المستيري، والفاول التكتيكي اللي اتعمل الجول في الدقيقة 90 اللي عمله محمد عبد المنعم، يعني بضربة رأس خلفية جميلة فكرنا في لافيو زمان. الهدف طبعا القاتل في وقت احنا كمان توارثناه من اجيال لاجيال. الدقيقه 90 طول ما يبقى فيه 3 4 دقائق يا اسلام او 5 دقائق، جمهور النادي الاهلي حريص، بيبقى حريص ان في حاجه جايه، صح، ان في هدف جاي، ان في مكسب جاي، في اداء جيد. ف انا شايف ان الشوط الاولاني في اتحاد المستيري اتعمل بشكل ايجابي، تقارب الخطوط 3 من بعض، الحاجات الفنيه طبعا هنتكلم عليها. لكن مؤشر كان يهمنا جدا عشان جماهير الاهلي تطمن ان الفرقه بتكسب اول مباراه خارج ملعبها. وعايز اقول لك اسلام، المكسب خارج الملعب ده بيقرب الجماهير من شخصيه المدرب، وكان وهو يهمه وقال انا يهمني رضا الجماهير عليا. فالمباراه دي انا شايف يعني جماهير النادي الاهلي في رضا كامل على اداء مستر كولر مع الفريق في المباراه.